مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأخبار، ونستهلها بالعناوين. عشية انطلاق امتحان البكالوريا، وزير التربية يعلن تمكين 8 تلاميذ من اجتياز الاختبارات بعد صدور قرار بمنعهم، ويؤكد عدم تحديد موعد العودة المدرسية القادمة. خلال ندوة صحفية انعقدت بوزارة التربية خصصت لاستعراض استعدادات الوزارة لامتحان البكالوريا، أكد وزير التربية محمد الحامدي أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات لإنجاح تنظيم هذه الدورة من امتحان البكالوريا، داعيا لالتزام المواطنين بعدم الدخول إلى مراكز الاختبارات الكتابية من أجل ضمان حسن سير هذه الدورة واحتراما للإجراءات المضمنة بالبروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا. 133,443 مترشحا للدورة الرئيسية بكالوريا 2020، دورة استثنائية ستشهد وفق المدير بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي مشاركة 3 تلاميذ بمراكز للحجر الصحي الإجباري. زوز حالات في المركز العزل الإجباري بأحدى نزل المستير وهم حاملين للفيروس، وعندنا مترشح وحيد في مركز العزل نقولوا الإجباري أيضا بإحدى نزل المهدية. تدقيق الوضعية الثانية هي غير حاملة للفيروس. كما خصصت في إطار البروتوكول الصحي إجراءات استثنائية للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات. انهار هذاك المترشح باش يواصل الامتحان في أحدى القاعات سميناها قاعة العزل، فيما بعد ينهي الاختبار متاعه باش يتم إيواء المترشح هذا في مراكز العزل الجهوية. مراكز العزل الجهوية دي راهو عندنا بالاسم 26 مركز بالتنسيق مع السلطات الصحية باش يخضع إلى تيست فيما بعد إذا كان ربما ثبت اللي هو مصاب فعلا باش يتحول إلى مراكز العزل الإجباري، إذا كان ربما هو مجرد شبهة يواصل اختباراته في مراكز العزل الجهوية. وستشهد الدورة الرئيسية لبكالوريا 2020 تمكين 8 تلاميذ من اجتياز الاختبارات الكتابية بعد أن صدرت بحقهم قرارات سابقة بالمنع وفق ما أعلن وزير التربية محمد الحامدي. ضبطوا بأجهزة إلكترونية داخل مراكز الاختبارات وبعد بداية الاختبارات، إذن هذا يخضع للنص القانوني ليحجر معناها اصطحاب أجهزة إلكترونية ويعتبرها شروع في الغش ويعاقب بإلغاء الدورة والتحجير الترسيم 5 سنوات. ثم توجهوا للمحكمة الإدارية، ومحكمة الإدارية خرجت قرارات في إيقاف التنفيذ، هي لم تنظر في الأصل. احترمنا هذا القرار، سنمكنهم من اجتياز الدورة هذه السنة، ولكن سنحافظ على حق وزارة التربية في التتبع وفي مقاضاة هذه الحالات وغيرها. وبالتوازي مع السعي لتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي، أكد وزير التربية على الوقوف بحزم ودون تسامح ضد كل محاولات للغش أو اعتداء على القائمين على سير الامتحانات.